قدم روحي ولا سني الهويري مديرة عامة تكنولوجيا المعلومات بوزارة تكنولوجيا الاتصال. اليوم انطلاق الحملة الوطنية حول الهوية الرقمية. اليوم المواطن ينجم يجي لهنا يعمل الطلب نتاعو بطلب الهوية ويصادق على هويته بحضور مشغلي الاتصالات الثلاثة، يصادق على هويته توصل له إرسالية قصيرة فيها المعرف الرقمي والرمز السري الخاص به، يستعمل الرمز السري والمعرف الرقمي للولوج لبوابة المواطن. بوابة المواطن على www.ebowaba.in يدخل المعرف الرقمي نتاعو الرمز السري، ينجم يتحصل على مضمونه على الخط، وينجم زاد يضيف ابنائه ويتحصل على مضمون ابنائه على الخط. احنا اليوم كمرحلة أولى بعد إطلاق خدمة الهوية وخدمة البوابة بوابة المواطن، بدينا بأول وثيقة اللي هي المضمون. في مراحل سابقة باش نضيفوا خدمات أخرى ووثائق أخرى، وكيف خدمة الإمضاء الإلكتروني.